موجز إخباري جديد يأتيكم موقع صدى البلد، أهلا بكم. تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بأحد المصانع التابعة لشركة صناعة وسائل النقل، وكان يرافقه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الجولة تأتي في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة وأن الشركة تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 25 عاماً وتصدر بنسبة 60% من إنتاجها لأوروبا ولإفريقيا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 من يونيو الحالي بشرم الشيخ بحضور وزراء ورؤساء هيئة الاستثمار في 34 دولة إفريقية، وذلك بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. وكان على رأس الحاضرين محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وأصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقي، وأيضاً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. قال الهادي محمد وزير الاستثمار السوداني أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، كما أنه يمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين القارة الإفريقية. وأضاف الهادي في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المنتدى يهدف لتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مستثمري القارة، وأشار إلى أن السودان سوف توقع اتفاقية خلال المنتدى للتبادل الاستثماري والاستفادة الكاملة واستغلال الموارد الإفريقية وتبادل الخبرات. تفقد شيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية اليوم وعقب أداء صلاة الجمعة مسجد طوخ القراموس والذي اشتعلت به النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، يرافقه العميد عبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعدد من أهالي القرية. وأكد مصدر بمديرية أوقاف الشرقية أن زيارة اليوم جاءت للوقوف على الوضع الحالي للمسجد ومعاينته على الطبيعة ورفع مذكرة باحتياجات المسجد الفعلية. وعلى جانب آخر، فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من السيطرة على حريق نشب في المسجد الكبير بقرية طوق القرموس التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وتم تحرير المحضر اللازم. تشهد الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة افتتاح المساحة الصديقة للنساء غداً بمدينة عزبة البرج بدمياط، وذلك بهدف خلق مساحة لائقة للنساء والفتيات بالمنطقة. ويشهد الافتتاح حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر ويريش رمسيخ القائم بأعمال سفير المملكة الهولندية بالقاهرة. كما ستقوم رئيسة المجلس القومي بجولة تفقدية في مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز محمد صلاح النجم المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وتوج محمد صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير. وكان محمد صلاح وصيف ترتيب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مسجلاً 22 هدفاً، بينما توج بلقب الهداف هاري كين ب 22 هدفاً. ونجح فريق ليفربول في حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. إلى هنا انتهى الموجز الإخباري، للمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.